خلينا نروح لكابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام ونرجع لمحاضراتكم مرة تانية. بقول للمشككين حكام مصر بخير وتفضل بخير، وده نتيجة لجان قبل كده سابقة اشتغلت مع هذه الحكام ثم لجنة الحكام الرئاسية الموجودة. كل الموجودين كل من ساهم معاهم هو ده معدن الحكم المصري، لما تقف معاه وبتديله بيظهر الأداء المشرف اللي احنا شفناه في كأس الأمم، وإن شاء الله يا رب كده نشوف طقم موجود في كأس العالم. وعايز أقول لحضرتك يعني عايز آخد من النجاح ده وأقول إن دي يا ريت تبقى نقطة تحول مش للحكام الدوليين بس، يكون في حكام مصر كلهم يشوفوا الصورة الجميلة دي ونبدأ نعمل صف تاني وصف تالت بنفس المستوى ونفس الأداء اللي ده يعود على الكرة المصرية. إن شاء الله بوعدك هيبقى في طقم كامل موجود في كأس العالم إن شاء الله. احنا محضرين خطة قصيرة المدى ومتوسطة وبعيدة المدى، بحيث في الاخر انت بتدور على تطوير، التطوير مش هيجي في يوم وليله، لابد انك انت تشتغل وتتعب وتيجي في الاخر تقول انا عملت صف اول وصف ثاني وصف ثالث، عندي طاقم موجود في كاس العالم. هو ده اللي انت عايزه من التحكيم. عشان كده احنا في المسابقات الثانيه بدانا نشتغل على مستويات، بدات حكام صغار السن في الدوري الممتاز بدات تلعب وتاخد الثقه. هتلاقي في المحترفين عندنا حكام ظهرت بمستوى رائع، يعني دول مفاجاه للتحكيم المصري السنه الجايه. عندنا في الممتاز به في القسم الثالث حكام لا تتجاوز 20 سنه و19 سنه بدات تمسك صفاره وتحكم، فده طبعا اكيد هيعود على التحكيم المصري. انت بتدور انك تعمل للمستقبل، احنا مش هنبقى موجودين طول العمر، اللي يجي بعدنا يكمل بس يلاقي منظومه قويه موجوده. طيب ده كان كلام كابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنه الحكام. طبعا هو كابتن محمد طبعا يعني من حقه ان هو يقول التشكيك، ما فيش حد بيشكك، ولكن إذا كان هناك قرارات خاطئة يا كابتن محمد فهنطلع نقول إن هي قرارات خاطئة. بالمناسبة يعني مش معنى إن أنا بقول إن هي مش أنا، يعني أي حد بيتكلم في كرة القدم بيقول إن الحكم ده الحكام كويسين أو الحكام رائعين وكذا وكذا وكذا، إن إحنا لما يغلطوا هنسقف لهم. لا طبعا، لما يغلطوا أو لو غلطوا هنرجع مرة تانية نقول لهم يا جماعة أنتوا غلطتوا. طبيعي ده يا كابتن خالد تهيألي. أه طبعا. يعني زي ما بنشيد بيهم لما بيبقى بيبانوا بمظهر كويس، لو في اخطاء لازم هتتقال طبعا.